ان شاء الله يصح لنا استاد شباب. الحاجه الاولانيه الارضيه الميدان تلعب دور، كي تكون ارضيه الميدان لي جوار تاعنا كاع يلقاو راحتهم. والحاجه الثانيه ما نخافوش باسكو عندنا 35 ماتش ما خسرناش، وعندنا اجمل مدرب في المونت. والحاجه الثانيه عندنا اجمل لاعب محرز يا اخو، محرز ما نخافوش عليه اخي كريم. فيها خير ان شاء الله، اي جايك وبظافرك دوزيام باذن الله. واحنا رانا مع بالماضي يا خويا، بالماضي رانا معاه، رابح ولا خاسر رانا معاه، باسكو شفنا رده الفعل تاعو البارح كيفاش كانت. شغل تاع انسان اللي او يمد او مد كلش لهذا الفريق ولهذا البلاد هذه، وتحيه الجزائر. كيما ابراهيمي، كيما محرز، كيما بونجاح، كيما واش مو بالليلي، ما داروش ما ينبغي. انا شفناهم في كوب عرب كانوا يلعبوا البالون كره نظيفه لان دوك تيكي تاكا، يلعبوا كره كيما بالليلي كان يدير بلي يدخل يجيب بيناتي. حلي الماتش اللي جايين راح تشوفوا النتيجه، الماتش الجاي ان شاء الله راح تكون نتيجه عريضه للمنتخب الجزائري ان شاء الله. نتمنوا لهم ان شاء الله هي كاليفيكاسيون، حيتاهلوا كي تكاليفوا تما الصح